احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص ضد خطة في هذا الشأن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقها خلال ولايته الثانية. النقابات في فرنسا تسعى لمحاولة دفع الحكومة للعدول عن مشروع القانون من خلال تنظيم مثل هذه الاحتجاجات، بدعوى أنه يؤثر سلبا تحديدا على فئة العاملين في الوظائف ذات الطبيعة الشاقة. المسيرات شهدتها جميع أنحاء فرنسا، حيث كانت المواكب حاشدة بمستوى مماثل للتعبئة القياسية في شهر يناير الماضي حسب ما ذكرت مصادر مطلعة. وأشارت مصادر محلية إلى أنه تم الإبلاغ عن عدد قليل من المشاحنات بين المحتجين وقوات الأمن في ظل حشد وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 10,000 شرطي للتصدي لأي أعمال شغب. الإضراب في فرنسا كانت نسبته أقل بقليل من أعلى المعدلات المسجلة منذ بداية الحركة بين عمال سكك الحديد كما بين المعلمين. وفي مجمل الدوائر الحكومية أضرب موظف من أصل 4 مقابل 28% في اليوم الأول من الحراك، كما حدث إضراب في الجامعات والمدارس الثانوية. كذلك تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في رحلات السفن. ومن المرجح أن يشهد الأسبوع الحالي تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، حيث تعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد، وعلى تصويت في 16 من مارس الجاري في البرلمان. تنضم إلينا مباشرة من باريس دكتورة جيهان جادو الأكاديمية والباحثة السياسية. دكتورة جيهان تحياتي لك وأهلا بك معنا في هذه الحلقة. النقابات في فرنسا أعلنت أن أكثر من 1,000,000 شخص شاركوا في هذه المسيرات، يعني في سابقة قد تعد تاريخية أن يشارك أو تشارك هذه الأعداد. إلى أي مدى تشكل هذه المسيرات أو المظاهرات ضغوطا على الحكومة الفرنسية من جهة وعلى الرئيس ماكرون من جهة أخرى؟ اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. طبعا مما لا شك فيه ان الحقيقه المظاهرات كانت كبيره جدا جدا. يمكن امس شهدت فرنسا اكثر من 1,000,000 او يمكن تخطى كمان ايضا 1,000,000 متظاهر خرجوا في ربوع المدن الفرنسيه كلها، سواء باريس سواء نيس سواء مارسيليا سواء في كل انحاء فرنسا. الحقيقه هذه المظاهرات هي ورقه ضغط كبيره جدا جدا في امام الحكومة وأيضا أمام الرئيس إيمانويل ماكرون الذي هو الحقيقة معصوب بالأعين وأيضا لا يكترث أبدا مثل هذه المظاهرات. المظاهرات الحقيقة كانت عنيفة جدا بالأمس. الأعداد التي خرجت إلى الشارع الفرنسي بالأمس تعبر على رفض تام لهذا المشروع الذي يصر دائما وأبدا إيمانويل ماكرون على تمريره حتى ولو على حساب هؤلاء الموظفين وعلى هؤلاء المتظاهرين، لأن الحقيقة الخطير في الأمر أنها ليست فئة واحدة فقط التي خرجت بالأمس في هذه المظاهرات، لكن هناك العديد من الفئات العمرية شاركت في هذه المظاهرات بالأمس. يمكن فئة الشباب كانت موجودة وواضحة وجلية للجميع، لأن الحقيقة الموضوع يمس الشباب بدرجة الأولى أيضا، علاوة على أن الرموز السياسية التي كانت متواجدة في الشارع الفرنسي لها مدلول خطير جدا، وهي أن هناك فعلا حراك سياسي كبير جدا على هذه الدرجة ومحاولة منهم للضغط على إيمانويل ماكرون يعني التراجع عن تمرير هذا القانون الذي يرفضه الجميع هنا بفرنسا. طيب في المقابل يا دكتورة جيهان، ما هي البدائل المطروحة سواء من قبل الرئيس أو إن كان الرئيس مصمما على تمرير هذا القانون؟ فهناك البرلمان، هناك الأحزاب، النقابات، ما هي البدائل المطروحة؟ هل مثلا من اقتراح لتعديل على هذا القانون بدلا من تمريره أو إلغائه؟
هو طبعا هناك هو المفروض في هذه الامور، يمكن من وجهه نظر المتواضعه ان يتم استفتاء شعبي على هذا القانون. يعني اذا تم استفتاء شعبي حتى على الاقل ان يكترث رئيس الجمهوريه لهذه الاعداد التي خرجت بالامس، وان هذا القانون هو يستند الى ان هناك بعض الدول في اوروبا يمكن نظام المعاش عندها او سن المعاش لديها يمكن يتجاوز ال 64 عام، فهو يقول أن فرنسا الحقيقة هي يعني هذا القانون أو قانون المعاش هو أو يعني الخروج على سن المعاش على سن 64 عام بدل من 62، فطبعا هو بيحاول عملية إحداث توازن ما بين الأزمات الاقتصادية التي تمر بها فرنسا، وأن يرجئ هذا يعني، لأن طبعا هناك الموظفين حينما يخرجون على المعاش في وقت مبكر هذا بالدرجة الأولى سوف يؤثر على الاقتصاد فرنسا لدفع هذه المديونية ودفع هذه التكاليف لهؤلاء أصحاب المعاشات. فطبعا هو يحاول من جانبه عملية إحداث عملية توازن ما بين أو إرجاء لدفع هذه المقابل بالنسبة لأصحاب المعاشات. لكن هو أنا من وجهة نظر متواضعة، لماذا لم يقوم الرئيس بعمل استفتاء شعبي على هذا القانون؟ هو طب هذا هو استفتاء شعبي دكتورة جيهان، طب استفتاء شعبي يعني هذا المقترح منك أو حتى من آخرين، هل الدستور الفرنسي ينظم هكذا مسألة؟ يعني هل كل قانون يتم الاختلاف عليه يتم إجراء استفتاء عليه؟ وهل السؤال الآخر، وهل في حين إجراء استفتاء على قانون هذا ينفي دور البرلمان الفرنسي اللي ممثلين فيه أو ممثل فيه الشعب الفرنسي بأكمله؟ هو الحقيقة هو لا ينفي أبدا دور البرلمان، هو طبعا هناك البرلمان، ويمكن إيمانويل ماكرون هو بيستخدم الكارت الراجح لديه، لأنه هو لديه كارت راجح بتمرير هذا القانون دون الرجوع لأحد. لكن نحن نتكلم عن هنا عن مظاهرات، الحقيقة هناك شلل تام في الشارع الفرنسي. الأمس على سبيل المثال فرنسا تكبدت مخاسر كبيرة جدا، خسائر مادية فادحة من غلق يمكن المتاجر، وأيضا هناك أعداد كبيرة جدا من الموظفين امتنعوا عن العمل، وأيضا هناك ضغط كبير شعبي متواجد في الشارع الفرنسي. فأنا أحاول أن أجد حلا أو مخرجا مع السادة المشاهدين، فهو لما لا أن يتم هناك استفتاء شعبي، لكن لأن الأمر أصبح خارج عن السيطرة. المظاهرات كانت بالأمس واستمرت اليوم وسوف تستمر طيله هذا الاسبوع، ويمكن هناك ايضا في حراك من النقابات ومن ايضا منظمه الفدراليه العماليه هنا بفرنسا، لانها نشطه جدا ولن ابدا تتراجع عن موقفها، وسوف تظل متواجده في الشارع، مما طبعا يشل حركه يعني الحياه العامه هنا بفرنسا. فطبعا هي معضله كبيره جدا، نحن نحاول ان نجد حلولا بديله للتعنت من قبل الطرفين، فلما لا يتم هذا الاستفتاء ويؤخذ ايضا بامر الشعب، لان ايضا نحن نتكلم عن 2 مليون متظاهر، هذا عدد كبير ايضا لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار. فطبعا يعني هو ماكرون يستند الى الكارت الراجح لديه، وهو تمرير هذا القانون دون الرجوع لاحد، فالامر فعلا جد خطير. لكن المظاهرات سوف تستمر حتى تكون ورقه ضغط على الحكومه وعلى ايمانويل ماكرون. طيب يعني بعد ان تابعت الحكومه هذه الاعداد الغفيره من المتظاهرين، ما هي ردود الافعال حتى الاوليه؟ هل دعت مثلا الحكومه او اعضاء من البرلمان لاجراء جلسات حوار مثلا مجتمعي حول اليه الخروج من هذا المازق، سواء بتعديل ايجاد تعديل مناسب للطرفين يعني لتمرير القانون او حتى ارجائه او ارجاء النقاشات حوله؟
هو الحقيقة من منذ اندلاع المظاهرات في الأول في بداية الأمر، وقد دعت الحكومة فعلا القوى السياسية، وأيضا دعت المنظمات العمالية هنا والفدرالية العمالية بأن يكون هناك حوارا مفتوحا بين الحكومة وبين هؤلاء حتى يتوسط الأمر أو المحاولة لإيجاد حلول بديلة. لكن الحقيقة المنظمات العمالية هنا والنقابات العمالية الحقيقة مصممة جدا على رأيها، ولا تستطيع أبدا أن تتراجع عن هذا الموقف. لكن هو أنا مع وجهة النظر التي تقول لابد أن يكون هناك حوار، وأن يكون هناك حلول بديلة، وأن يكون هناك وساطة ما بين الحكومة وبين هؤلاء حتى يتم الأخذ بالاعتبار هؤلاء المتظاهرين، وأيضا الخسائر التي تكبدها المظاهرات من جراء يعني شلل في الحياة الفرنسية. فطبعا لابد أن يكون هناك حوارا، وإلا سوف يتأزم الموقف، لأن كلا الطرفين الحقيقة في تعنت شديد. الحكومة تصمم، وإيمل وماكرون طبعا برئاستها يصمم على تمرير القانون، في المقابل النقابات العمالية نشطة جدا وتحشد بقوة الاعتراض على هذا القانون. فلابد أن يكون هناك حلول بديلة أو وسط أو وسطية حتى تخرج فرنسا من هذا المأزق. طيب، سبب تشبث الحكومة أو الرئيس بهذا القانون هو التراجع الاقتصادي ونسب التضخم مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ما هي الإجراءات الأخرى الموازية التي تتخذها الحكومة بعيدا بقى وبجانب أو بالتوازي مع التصميم على تمرير هذا القانون لخفض نسب التضخم؟ هو الحقيقة التضخم أصبح يعني عاليا جدا جدا، يمكن سجلت فرنسا أعلى نسبة تضخم في هذا العام الحقيقة، طبعا جراء يعني الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الحياة الاقتصادية هنا، وأيضا على ارتفاع الأسعار وأزمة الوقود المتواجدة حاليا في فرنسا. الحقيقة الحكومة الفرنسية تعمل جاهدة على إيجاد حلول بديلة، لكن الحلول البديلة يمكن هي موقفها قبل الحرب ومساندة أوكرانيا على سبيل المثال كبدها خسائر مادية كبيرة جدا. فبدأت الآن الحكومة الفرنسية تتراجع شيئا فشيئا الحقيقة، لأنها أعطت كل ما تستطيع أن تعطيه من معونات ومن سكن ومن يعني معونات مادية يعني للأوكرانيين تتراجع المتواجدين على أرضها. عن الدور الداعم لأوكرانيا تقصدين؟ نعم نعم نعم، لأن الحقيقة الفرنسيين نفسهم يعني في دهشة شديدة جدا مما تعاني منه فرنسا حاليا من أزمة اقتصادية، وفي المقابل يتم تقديم المعونات وتقديم الحلول المادية وأيضا إعطاء كل الصلاحيات للأوكرانيين المتواجدين هنا على الأراضي الفرنسية واستقبال فرنسا العديد منهم. فطبعا ده كبد فرنسا يعني خسائر مادية فادحة. الشعب الفرنسي الحقيقة هو غاضب جدا من هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لكن هناك إجراءات كبيرة جدا ممكن تتخذها فرنسا، وهي ترشيد الاستهلاك، وهي تقوم بالفعل هنا بعمل توعية كبيرة جدا للمواطن من ترشيد الاستهلاك ومن أن يحد من استخدام يعني البذخ في المشتريات. عايزة أقول لحضرتك كمان إن هنا المحلات أصبحت فعلا في إفلاس، هناك إغلاق للعديد من المحلات جراء هذه الأزمة الاقتصادية، المحلات أصبحت خالية تقريبا من بعض السلع، فطبعا ده مؤشر خطير جدا ويعكس أن فرنسا فعلا في أزمة كبيرة جدا. طيب، السؤال الأخير، ومن كلام حضرتك لو كانت فرنسا أو الحكومة الفرنسية تدرس يعني بعض التراجع أو الوقوف في الصفوف الخلفية بعض الشيء من مسألة دعم أوكرانيا على الأقل للحفاظ على اقتصادها اللي بيتراجع، هكذا فهمت منك يعني، ما هو أو كيف يقبل هذا التراجع داخل المنظومة الأوروبية، داخل الاتحاد الأوروبي، داخل المفوضية الأوروبية؟ يعني هل يمكن أن نشهد تراجعات من دول أوروبية فرادة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي أو مؤسسات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في المفوضية وأيضا المجلس الأوروبي؟
طبعا افهم جيدا سؤال حضرتك، ويعني الحقيقه هي المصالح، يعني مصالح الدول تؤخذ على تقديم الخدمات لمواطنيها، فاذا تم الخلل في بالنسبه لي، او يعني المواطن الاصلي لم يحصل على حقوقه واعطت الدول المعونات واخذت من المواطن واعطت للاجنبي المتواجد على ارضها، هنا سوف يحدث فعلا بلل كبير جدا وخلل كبير جدا في المنظومه نفسها. فلماذا تتراجع فرنسا؟ لان الحقيقه هي تكبدت مصروفات كثيره جدا، التضخم فعلا زاد بشكل غير طبيعي، فللاسف الشديد اصبحت تراجع نفسها في بعض القرارات التي اتخذت. الان اصبحت فرنسا مكتفه الايدي من اجراء لا تستطيع سد احتياجات المواطن الفرنسي المتواجد على ارضها، وفي نفس الوقت هي لا تستطيع التراجع عن دعم اوكرانيا، لكن في امام المصلحه وامام مصلحه الدوله الفرنسيه نفسها وامام مصلحه المواطن الفرنسي قد يحدث ذلك، قد يحدث ذلك تراجع، لن تتراجع كليا بكل تاكيد، لكن هناك اجراءات سوف تتراجع، يعني تتراجع خطوات في هذا الدعم التي قدمته من قبل وكبدها مخاسر كثيره. اما بالنسبه للاتحاد الاوروبي، اعتقد ان سياسات الدول الاتحاد الاوروبي كلها واحده، وهي في الاساس هو مصلحه الدول في الاتحاد الاوروبي. اوكرانيا ليست في الاتحاد الاوروبي، يعني الدعم الخاص من الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا هو صحيح، لكن شيء اذا كان هناك فائض عن الحد لهذه الدول، لكن نحن نتكلم عن ازمه شملت كل دول الاتحاد الاوروبي. نعم، وخصوصا انه يعني كمان الازمه يعني غير معلوم او غير معروف هتنتهي. نعم. متى ستنتهي؟ بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة جيهان جادو الأكاديمية والباحثة السياسية، كنت معنا مباشرة من باريس العاصمة الفرنسية.